وهذه إحدى القسايم اللي صورناها طلعنا الفحص عليها ما صار لها ثمان شهور مخلصة مسح وبعدين بدأ عنده المياه الجوفية تتدفق من الخارج وسبب أن العزل عنده مو شركة محترمة وصار مستنقع من المياه مثل ما ترون لذلك متابعين اختار الكفاءة والجودة إحدى الشركات للقيام بعزل قسيمتك هذه القسيمة سرداب الحواط الخرسانية إذا ضعيفة تدخل عليك المياه واللبشة إذا مو معزولة بالشكل المناسب راح تدخل عليك مياه الجوفية من الأسفل والغالب تأتيك من الحواط الخرسانية لذلك اختاروا الكفاءة شركات الكفاءة للعزل وكل يوم بين فترة وفترة راح أنزل لكم مقاطع تخرع لكن اختار الجودة من شركات العزل وفي النهاية المسألة بسيطة بالعكس السرداب شيء جميل لكن اختار شركه العزل الافضل والسلامه